السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الاحتفال بعيد المولد النبوي، ذكرى المولد النبوي الشريف. والمسجد الإبراهيمي مفتوح جميعه، كل أروقته أمام المصلين المسلمين. وها نحن ندخل من الباب الخلفي. في الأيام العادية ممنوع للمسلمين أن يدخلوا هذا الباب. هذه غرفة الأذان، المؤذن يأتي يؤذن من هذه الغرفة، يأتي من منطقة الخاضعة للمصلين المسلمين، هذه تكون مغلقة أمام المسلمين. يدخل المؤذن من الباب هذا الأمام ويأتي ليؤذن هنا. هذا مقام سيدنا يعقوب عليه السلام. هذا مقام سيدنا يوسف عليه السلام. هذه المنطقة تسمى اليوسفية. ندخل من هنا. هذا المكان أيضا يكون مع الإسرائيليين في الأيام العادية. اليوم مفتوح جميعه أمام المسلمين. هذا هو مقام سيدنا يعقوب من الداخل، وهذا مقام سيدتنا زوجة سيدنا يعقوب لائقة عليها السلام. ندخل من هنا. هذا مقام سيدنا إبراهيم الخليل. له هذا هو مقام سيدنا إبراهيم من ثلاث جهات مكشوفة. من هنا ومن هنا. هذا هو مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا مقام سيدتنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام من المنطقة الداخلية. نحن الآن نتوجه إلى الساحة الإسحاقية التي يوجد فيها مقام سيدنا إسحاق وزوجته سيدتنا رفقة. هذا هو مقام سيدتنا سارة. هذه في الخارج تسمى الجولية، الجوالية. ندخل إلى الإسحاقية من هنا. هذه الساحة الإسحاقية يوجد فيها مقام سيدنا إسحاق وزوجته سيدتنا رفقة عليهم السلام. كل المسجد الإبراهيمي مفتوح أمام المصلين المسلمين. هذا هو الغار الشريف. هذا هو الغار الشريف. هذه الفتحة، هذه الفتحة يوجد ضوء في الأسفل عند المغارة التي يوجد فيها قبور الأنبياء. تفتح من هنا ويوجد إضاءة داخلي. هذه مقام سيدنا إسحاق عليه السلام.
وهذا مقام سيدتنا رفقة عليها السلام. نرجع من المدخل الخلفي إلى مقام سيدنا إبراهيم الخليل. ثلاث شبابيك تؤدي إلى مقام سيدنا إبراهيم الخليل. هذه من التي دخلنا منها في الأول هي اليوسفية. كل أروقة المسجد الإبراهيمي مفتوحة أمام المصلين المسلمين. اليوم الاحتفال بعيد ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا هو منبر سيدنا صلاح الدين الأيوبي الذي جلبه من مصر، ولا يوجد فيه مسمار واحد، كله خشب من الخشب، مركب بطريقة فنية رائعة.